سوري مسؤولة التواصل في جمعية أحلام العسافر. شهد الجمعية هي الهدف ديالها أنه كتحقق أحلام أطفال مرضى بالسرطان، كذلك هي كتحاول تخفف عليهم يعني المعاناة ديالهم مع المرض. كنحاولوا نخفوا عليهم الجانب النفسي، يعني كنحاولوا نفرحوهم، كنقوموا بزيارات المستشفى، زيارات لدار المستقبل وهو المركز اللي كيستقبل أطفال المرضى بالسرطان. واليوم كيصادف نهار كبير بالنسبة لواحد الطفلة كتبلغ من العمر 10 سنوات، طفلة اللي تبنات تعب من مدينة أم الزهر للرباط. الحلم وحيد بالنسبة لها، يعني الحلم كبير، وهو أنها تكون وزيرة. احنا جينا من مزر كندر، هي سميتها أعمد سعاد، هي عندها سرطان ديال الدم. إيوا حققت الحلم ديالها هذا النهار، قالت لك غتشوف الوزيرة وتكون وزيرة، والحمد لله حققت الحلم ديالها هذا النهار. الله يكافيهم، الله يكافي ابراهيم، الجمعيه ديال ابراهيم زعما الحمد لله. مريضه خصني نعاني بها بزاف، كنعاني بها بزاف. كنجي حتى للرباط، نجي من مزار كنطرس للرباط. لاباس. اش كتقراي؟ ثالث. عجبتك الرباط؟ كي جاك اليوم باش حسيتي اليوم باش تلاقيتي مع الوزيره؟ فرحانه باش نعاون ماما ونعاون وليدات اللي بحالي. وزيرة الصحة. علاش وزيرة الصحة؟ باش مقنعش دراري. في الحقيقة يعني تحقيق حلم ديال الوزير ما كانش مستاهل، لحقاش هذا الحلم كان ديجا قديم، وحنا كنا يعني كنديروا اون بروسيدور اللي هي طويلة بزاف، ولقينا بزاف ديال الإكراهات والصعوبات في عديد من الوزارات، ولكن يعني الحمد لله هذا الجهد ما مشاش هكاك. واليوم رحنا قدرنا نديباسيو هذا، قدرنا نتجاوزوا هذا العراقيل وهاد المشاكل كامله. الحمد لله تمكننا من تحقيق هذا الحلم، وكان تحقيق في ظروف جد ملائمه وفي ظروف مزيانه بزاف، واللي نعكس عليها بالايجاب، نعكس عليها الحاله النفسيه وبالفرح والسرور، وحتى الام ديالها. يعني ان دائما الطفل كيكون مرتبط بالام بالوالدين، وبالاخص الام اللي كتعاني معاه في فتره المرض، يعني فرح الطفل كيساوي فرح الام. يعني بجوجهم الحمد لله تمكنا من الاسعاد ديالهم، وهذا هو الهدف الاسمى من الجمعيه، هو تحقيق الاحلام ديال الاطفال مرضى السرطان ورسم الابتسامه والبهجه على محياهم. ومن هذا المنبر فانا كنتمنى الشفاء العاجل لجميع الاطفال، الطفله ديالنا ديال اليوم وما تبقى من الاطفال، كنتمنى لهم الشفاء وصحه جيده ان شاء الله. شكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.